تفكيرنا احنا الحمد لله ماشيين بخطى واضحه وماشيين اسرع من المستهدفات بتاعتنا في كافه النواحي، ولكن محتاجين ان احنا يبقى عندنا قوه وقدره تفاوضيه مع الجهات المانحه لخدمه البلاد بطريقه مختلفه شويه. يعني تطلعاتنا الفتره الجايه ان احنا نكون بنقدر ان احنا نتواصل معهم بخصوص وضع رؤيه للبلد في كافه المحافظات، كل محافظه يبقى ليها رؤيه، ونشوف شركاء التنميه دول يقدروا يتدخلوا معانا ازاي في عمليه التنميه المطلوبه في كافه المحافظات. يعني بمعنى اصح عايزين نقول لهم احنا محتاجين ايه، مش عايزين نقول لهم انتوا عايزين تدونا ايه. الرساله مختلفه النهارده.